إذا رح نكمل معاكم ورح نطلع هلا ربط مع الزميل رعد الرقاد من محافظة جرش. رعد، مرة ثانية صباح الخير. صباح الخير لك دعاء وأيضا خلود وضيفك الكريم. يسعد صباحك رعد. يا هلا ومرحبا. طبعا شكرا دعاء وشكرا خلود. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم بقافلة برنامج يوم جديد. ما زلنا مستمرين معكم اليوم الأول من محافظة جرش. طبعا احنا اليوم معكم من محافظة جرش تزامنا مع مهرجان جرش الدورة 32. طبعا اكيد كنا لاحظنا ولوحظ في مهرجان جرش وافتتاح مهرجان جرش الدواعي الأمنية اللي كانت موجودة والخطط الأمنية، يعني خطط كانت رائعة جدا، والكل يعني احنا بلد الأمن والأمان، الكل شعر بهذا الشعور والحمد لله رب العالمين. طبعا الحديث أكثر عن هذا الموضوع راح يكون معي الدكتور رائد العدوان محافظة جرش لحديث أكثر عن هاي الترتيبات وهذه الخطط. صباح الخير سيدي، يعطيك العافية. صباح الخير أستاذ رعد، صباح الخير لك ولكل مشاهدينا عبر التلفزيون الوطني التلفزيون الأردني، أهلا وسهلا بكم. دكتور رائد، يعني احنا الآن بمحافظة جرش وأنت دورك كمحافظ جرش، تحكي لنا عن الخطة الأمنية كانت في مهرجان جرش وافتتاح مهرجان جرش. أخي الكريم، شكرا لتسليط الضوء على المهرجان إنجاز التعبير العالمي اللي هو مهرجان جرش. فيما يتعلق بالخطة الأمنية أو الوضع الأمني في جرش، الحمد لله رب العالمين، كما سائر المحافظات الأردن كما ذكرت وأسلفت بلد الأمن والأمان وملاذ لكل الباحثين عن الأمان بفضل حكمة القيادة ويقظة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية والتلاحم ما بين الشعب وما بين المؤسسات الأمنية والعسكرية. أخي الكريم، يعني المظاهر الأمنية اللي بتشاهدوا هي جزء من المنظومة أو المعايير التي تتبع في مثل هذه المهرجانات الدولية. احنا كمبدأ أساسي تم الاتفاق مع إدارة المهرجان وبين الأجهزة الأمنية الموائمة ما بين الترتيبات والتدابير الأمنية التي تم اتخاذها في مهرجان جرش أو لمهرجان جرش وما بين حركة ويسر الزوار ومرتدين مهرجان، بحيث لا تؤثر على ولا تخدش خصوصية زوار مهرجان جرش. فيما يتعلق بالخطة الأمنية للأمانة بتوجيه من عطوفة الباشا مدير الأمن العام، تم إشراك كافة الأجهزة الأمنية، لذلك نجد أنه إدارة السير أو المركزية في مديرية الأمن العام وضعت خطة مرورية. إذا بتلاحظوا الحمد لله رب العالمين تم تزويد محافظة جرش وكادر جرش في قسم السير بمجموعة من الآليات ومجموعة من القوى البشرية لتنظيم الحركة المرورية من خلال انطلاق الزوار من كافة المحافظات على الطريق الدولي اللي هو عمان إربد. في باقي الأجهزة تم إشراك أيضا جناح الأمن الجوي، هنالك مسح جوي تقريبا من خلال طيارة هليكوبتر يبدأ ما قبل المهرجان بفترة العصر. أيضا هنالك على مدار الساعة طيارات بدون طيار تقوم بمسح المنطقة أمنيا. أيضا هنالك مشكوري قوات الدرك شاركت بمحطات أمنية موجودة، أيضا لواء الصحراء شارك. لذلك أخي الكريم، كل ما تراه هي 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 تدابير أمنية ومظاهر أمنية هي لخدمة الزوار ولإرسال رسالة بأن الأردن قوي بأجهزته، قوي بشعبه، قوي بقيادته. لذلك الحمد لله رب العالمين خلال اليومين لم نشهد أي ما يعكر صفو الأمن، لم نشهد أي ما يقلق أو يثير أو يزعج زوارنا سواء الأردنيين أو إخواننا العرب أو الأصدقاء من كافة الدول. عطوتك أيضا لا ننسى دور الدفاع المدني، مديرية الدفاع المدني المتواجدين دائما في الميدان، وعطوفتك لفتني الطائرات بدون طيار. نعم. يعني هي لأول مرة كانت في مهرجان جرش. نعم. وهذه التقنية الجديدة. نعم. لأجهزتنا الأمنية. مشكورة مديرية الأمن العام بمجموعة من الطوار، أردفت الشرطة الملكية البيئية بمجموعة من الطيارات. الطيارات هذه ذات كفاءة عالية مربوطة، تستطيع تصوير من خلال 200 متر حسب ما يعني. أنا بناشد أو بدعو إخواننا المشاهدين إلى زيارة مهرجان جرش، وهنالك جناح للشرطة الملكية
لحماية البيئة موجودة عندنا في شارع الأعمدة. الأجهزة والتكنولوجيا والتقدم اللي وصل لجهاز الأمن العام، يعني جهاز يضاهي الدول الكبرى في منظومة الأمن، هذه على مدار الساعة تقوم بتسييرها مجموعة من أفراد الأمن العام وضباط الأمن العام مشكورين، تقوم برصد ومسح كافة الأماكن. يعني الحمد لله رب العالمين، احنا كما ذكرت لك عشرات الآلاف يأتوا يوميا، لم تردنا أي شكوى على أي مضايقة أو أي ما يثير أو يزعج زوارنا في المهرجان. يعني عطوتك كنت حاب أسأل، ولكن أنت جاوبت أنه هل هناك مخالفات في اليومين الماضيين، أما في مخالفات ولا مخالفة والحمد لله. أخي الكريم، فيما يتعلق داخل المدينة والزوار، يعني هنالك يعني كافة سبل التعامل الذي يليق بزوارنا في مهرجان جرش، لم يذكر هنالك أي مخالفة. لكن هذه دعوة برضو منا لأخواننا، إدارة المهرجان مشكورة، قامت بمجموعة من الإجراءات الاحترازية كتأمين المواقف، كوضع الصاينات التي تدل على مرافق ونشاطات. ندعو زوارنا في المحافظة الالتزام بقواعد المرور وبالإشارات المرورية، والحمد لله لم تسجل أي مخالفة. وعطفا على موضوع الدفاع المدني، سؤالك كان بالبداية هو عن التدابير الأمنية. الدفاع المدني هو اسمه دفاع مدني، هو رديف للأجهزة، بفضل الله للأجهزة الأمنية موجودين على مدار الساعة. برضو أنوه الشكر إلى كافة المؤسسات الرسمية كمؤسسة الغذاء والدواء، وعلى رأس عطوفة المدير العام دكتور هاي العبيدات، أردفنا من عمان، إحنا ما عندنا مكتب، حفاظا على الغذاء والدواء. هنالك لجنة تقوم بالفحص الدوري على المنشآت السياحية، لأنه الحراك الاقتصادي اللي بتشهده جرش في المهرجان، يعني أمن الغذاء بهمنا كتدابير الأمنية. أيضا مشكورة معالي وزير التنمية الاجتماعية، أردفتنا بلجنة من عمان مختصة في مكافحة التسول، وهذه تتعامل بمنتهى الإنسانية ومنتهى الحضارة مع بعد منتهني مهنة التسول. أيضا مشكورة مديرية صحة الجرش، فعلت اللجان اللي موجودة على مدار الساعة. لذلك كافة الترتيبات إنجاز التعبير الأمنية والاحترازية والإدارية تم اتخاذها لمهرجان جرش، ولدعم إدارة مهرجان جرش، بحيث يكون الزائر متوفر له كافة سبل الراحة، إضافة إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية باتخاذ أسهل الطرق وأسهل التدابير بما لا يقلق ولا يثير فزع الزوار. ايضا عطوفتك، لوحظ ان هناك بيئه يعني بين المنظومه الامنيه واداره مهرجان جرش، هناك كان تنسيق عالي، ويعني كان هناك تشاركيه واضحه في مهرجان جرش. يا اخي اكيد، يعني الحمد لله رب العالمين، انا بضيف على جرش لي 3 شهور، الخبره التراكميه باداره مهرجان جرش وعلى راسهم اخونا ابو اليزيد، عطوفته ابو اليزيد، وبنصب عليه جهده عظيم فيما يتعلق بالامور الاداريه والامور الفنيه، من اختصاص اداره المهرجان، وعنده اعتقد الصف له الخبرة الواسعة بإدارة مهرجان عالمي زي مهرجان جرش. أجهزة الأمنية بمراجعتها للخطط السابقة واللاحقة، اتخاذ ما يلزم من إجراءات، صار نوع من إنجاز التعبير الهارموني أو نوع من أنواع التناغم ما بين الأجهزة الأمنية والأجهزة الإدارية في المحافظة أو الأجهزة المركزية وإدارة المهرجان. لذلك أخي الكريم، كنا نعمل الكتف على الكتف، كنا نعمل على تضافر الجهود والتنسيق لإنجاح هذا المهرجان. يعني عطوفتك، قبل ما نشكر تواجدك معنا، يعني لوحظ ولاحظنا بالميدان معك من الساعات الصباح الباكر، يعني هناك كان ملاحظات موجودة في الميدان ومتابعة حديثة منك، وتم إرسالها للمعنيين، يعني جهود مشكورة عطوفتك. يعني وأكيد أنت الآن شخص منتمي لبلدك وشخص بتحب البلد، ولكن رسالة منك الآن إلى كل أعزائنا المشاهدين، ورسالة إلى كل شخص قاعد يشوفنا على شاشة التلفزيون الأردني، لزيارة جرش ومحافظة جرش ومهرجان جرش. نعم أخي الكريم، يعني أنا الرسالة اللي تصر عليها القيادة والحكومة على إدامة مهرجان جرش وإقامته في ظل الظروف هذه الأمنية، أعتقد أنها رسالة واضحة. يعني في بعض المظاهر والتصرفات
الانجاز التعبير الفرديه والسلوكيات اللي تؤثر على سمعه المهرجان، الباع المتجولون اخواننا، احنا نعلم علم اليقين انه هذا المهرجان هذا دورته 32، بشهد بعض الاخوان اللي بيهاجموا المهرجان انه مهرجان فني، هو ليس مهرجان فني، هو مهرجان ثقافي ادبي، التنوع الفكري اللي تلبي احتياجات كافه مرتدي سواء من اردنيين ولا غير اردنيين، تلبي كافه الاحتياجات، هذا مهرجان وطني، هذا مهرجان عالمي، نرسل منه رساله كبيره بحجم كبر الاردن وسمعه الاردن. اي نعم الاردن مساحته صغيره، عدد سكانه قليل، لكن رسالته ودوره اكبر بكثير من بعض الدول العظمى، لذلك هذه رساله من اخواننا بتلافي بعض السلبيات الموجوده. مدينه او نظافه مدينه جرش هي مسؤوليه اهلها ومسؤوليه محافظها، مسؤوليه اجهزتها. زي ما تفضلت، هذه دعوه لهم انه المدينه مدينتهم، نتمنى يعني لهم حسن الاقامه وحسن النزل فيها. لذلك دعوه للفيسبوكيين، يعني دعونا ان نعظم ايجابيات المهرجان، المهرجان يعني نعمل فيه على مدار الساعه، النظافه فيه على مدار الساعه، عاونونا وكونوا فزعه انها مش علينا. اهلا بك، شكرا لك ويعطيك الف عافيه. الف شكر لك، شكرا سيدي، شكرا، اهلا بك. طبعا مشاهدينا زي ما سمعنا الان من محافظ جرش الدكتور رائد العدوان، مشكور يعني على هاي المعلومات وهاي التوضيح لكل مشاهدينا الكرام، ولكن عندي عتب بسيط بسجله بوجهه لوزاره السياحه والاثار. هناك يعني ملاحظات كثيره في المواقع الاثريه اللي احنا بنزورها مش بس بجرش، بكافه مواقعنا بقافله يوم جديد، ولكن عتب صغير يا ريت يكون يوصل لوزاره السياحه واهتمام اكثر في مواقعنا الاثريه والسياحيه والدينيه ومنها العلاجيه. والان راح ارجع الى زملائي في استوديو برنامج يوم جديد لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد، ولكن بعد قليل ان شاء الله راح اكون معكم في موقع اخر من محافظه جرش. يعطيك العافيه رعد، زميلنا رعد الرقاد من محافظه جرش، واكيد تحياتنا لكل ضيوفك، واولهم كان معك الدكتور رائد العدوان محافظ جرش، واكيد ان شاء الله بتكون هالرساله وصلت من قبل المحافظ وايضا من قبلك رعد. راح بضل في رابط ما بيننا وبينك خلال الساعات اللي جايه ان شاء الله ومن خلال يوم جديد. شكرا لك مره ثانيه.